إنتاج الخل. هنتكلم النهاردة على إنتاج الخل. أولا تعريف الخل. إيه هو الخل؟ هو عملية التخمر الكحولي متبوع بعملية أكسدة خلية لينتج في النهاية الخل. التخمر الكحولي بيتم بواسطة الخمائر التي تقوم بإحدى خطوتي عملية التصنيع، وهي تخمر المصدر السكري لينتج الكحول، وتكون غالبية الخمائر التي تقوم بتلك الخطوة من جنس سكروميسيس زي سكروميسيس سيرفيسيا اللي هي خميرة الخباز. الأكسدة الخليكية والتي تتم بواسطة بكتيريا تقع تحت جنس الأسيتوبكتر أو بكتيريا حامض الخليك، وهي التي تقوم بأكسدة الكحول ليتكون في النهاية الخل. التركيب الكيماوي للخل. يختلف هذا التركيب باختلاف المادة الخام الداخلة في التصنيع، العوامل التي يتوقف عليها التركيب الكيميائي للخل، طريقة التصنيع، ظروف التصنيع، كيفية عملية التعتيق ومدتها والتخزين. أنواع الخل. خل التفاح أو الأبل فينيجر. الخل الناتج من عملية التخمر الكحولي لعصير التفاح مطبوع بعملية أكسدة خليكية للكحول. هذا النوع من الخل بيحتوي كل 100 مل منه على 4 جرام من حامض الخليك، يعني تركيزه 4% على درجة حرارة 20 درجة مئوية. خل العنب، وهو الخل الناتج من التخمر الكحولي لعصير العنب، هو برضو تركيزه 4%. خل الشعير، الخل الناتج من تخمر منقوع الشعير وتركيزه برضو 4%. خل السكر أو محلول السكري، ده خل ناتج من التخمر الكحولي للسكر أو محلول سكري وبرضو تركيزه 4%. الخل المقطر أو الخل النقي، وده عبارة عن خل ناتج من الكحول النقي مباشرة، وده تركيزه عالي جدا بيوصل ل 95%. خطوات صناعة الخل. صناعة الخل أول حاجة بتنقسم خطوات تصنيع الخل إلى مرحلتين رئيسيتين، وهم أول حاجة مرحلة إنتاج الكحول، ودي اتكلمنا فيها في صناعة الكحول الإيثيلي، وده عملية إنتاج الكحول من عصائر الفاكهة أو من مصادر سكرية مباشرة أو سكر نقي أو من مصادر نشوية زي الذرة والأرز والقمح. المرحلة التانية هي مرحلة إنتاج الخل، والمرحلة دي بتنقسم إلى عدة خطوات. أول حاجة بنظبط تركيز الكحول اللي احنا بنستخدمه، عشان لازم يكون تركيز الكحول في نسبة محدودة اللي هي من 10 ل 13%، لأن الزيادة عن كده بيؤدي إلى تثبيط نشاط البكتيريا المستخدمة في عملية الأكسدة الخليكية، ونقص عن كده بيؤدي إلى أكسدة الخل الناتج من عملية التصنيع، وبيتحول الخل دوت إلى ثاني أكسيد الكربون والمية، وبالتالي بيعتبر فقد في عملية التصنيع وفقد في الناتج النهائي. عملية التحميض أو الأسيديفيكيشن دي عملية مهمة جدا، الهدف منها إن احنا بنجعل الوسط حامضي، والغرض منها هو جعل الوسط حامضي ليه؟ عشان نثبط من نشاط أي بكتيريا غير مرغوب فيها في الوسط، وبنهيئ وسط حامضي مناسب لتنشيط بكتيريا حامض الخليج أو الأسيتوبكتر. وهذه العملية بتتم عن طريق إضافة 10 ل 15% من الحجم من الخل النقي. الأكسدة الخليكية من خلال هذه الخطوة بيتحول الكحول إلى حامض خليج من خلال 3 عمليات. العملية الأولانية، الأول حاجة إن كحول الإيثايل عن طريق نص جزيء أكسجين بيتحول إلى أسيتالدهيد زائد مية، والعملية التانية الأسيتالدهيد دوت مع المية بيتحول إلى هيدريتد أسيتالدهيد، والخطوة الأخيرة الهيدريتد أسيتالدهيد مع نص جزيء من الأكسجين بيتحول في النهاية إلى حامض الخليج. وبالتالي فإن بكتيريا الهوائية الأسيتوبكتر بتعتمد أساسا على الهواء أو الأكسجين في الأكسدة الخليكية حتى تحول كحول الإيثايل إلى حامض. عملية تجهيز الخل بتتضمن عدة مراحل. أول حاجة عملية التعتيق، ودي بيحدث من خلال تكوين مركبات الطعم والرائحة، ودي أساسا بتتكون من مركبات الإسترات زي إستر خلات الإيثايل الناتجة من تفاعل الكحول الموجود مع حامض الخليك. بالإضافة إلى ذلك تتكون خلال هذه المرحلة مركبات أخرى مسؤولة عن النكهة من مثل الكحولات عديدة الهيدروكسيل وأحماض أخرى. عملية الترويق، الهدف من هذه العملية هو إزالة الرواسب بالترشيح أو بإضافة بعض المواد المجمعة، حيث تترسب المواد المعكرة وتجرى عملية الترشيح بعد ذلك. عملية التعبئة، بنعبي الخل وبعد كده بنعمل عملية البسترة، إن احنا بنعرض الخل بتاعنا إلى درجة حرارة 140 إلى 150 درجة فهرنهايت لمدة نص ساعة، والهدف الأساسي منها هو القضاء على بكتيريا الأسيتوبكتر حتى لا تقوم بأكسدة الخل الموجود أو الخل المنتج إلى ثاني أكسيد الكربون ومية. العيوب التي قد تظهر به الخل، أول حاجة اسوداد الخل، وده عيب ناتج من حدوث تلوث معدني نتيجة استخدام
أواني أو عبوات من الحديد الغير مطلي، فبالتالي بيحدث صدأ، وهذا التلوث المعدني بيكون نتيجته حدوث اسوداد للخل. العيب التاني هو ذبابة الخل، بيحدث هذا العيب نتيجة ترك الخل مكشوف، أو بيكون الخل مكشوف، أو يكون الخل موضوع في حجرات خالية من وجود شبابيك بأسلاك حديدية أو شبك يعني. في هذه الحالة إصابة الخل بهذه الذبابة يتم القضاء عليها عن طريق بسترات الخل بكل سهولة جدا. ديدان الخل بيحدث هذا العيب نتيجة عدم مراعاة الشؤون الصحية أثناء عملية الإنتاج، وبيكون نتيجة الإصابة بديدان الخل الآتي. أول حاجة بيكسر حاجة اسمها غشاء أم الخل. هنعرف يعني إيه غشاء أم الخل دوت في عملية أو خطوات تصنيع الخل في المحاضرة اللي جاية كده إن شاء الله في المحاضرة. ونتيجة تكسير غشاء أم الخل دوت بيحدث موت لبكتيريا حامض الخليك، لأنها بكتيريا هوائية، فبالتالي لما بتكسر الغشاء بيحدث ترسيب لهذه البكتيريا في قاع المحلول أثناء عملية التخمر، فبتتوفر الظروف اللاهوية، فبيحدث موت لبكتيريا الأسيتوباكتر، وبالتالي لا تتم عملية التخمر الخليكي بكفاءة كافية. العفونة والعقارة بيحدث نتيجة وجود بقايا من بكتيريا حامض الخليك في المنتج النهائي لم يتم إزالتها بعملية التصفية أو الترشيح أو بعملية البسترة أو بغيرها من المعاملات التي قد تكون مسؤولة عن إزالة تلك البقايا. خامس عيب هو وجود الخمائر الملوثة مثل خمائر المايكوديرما. هذه الخمائر هي خمائر سطحية قد تطفو على السطح، وبالتالي بتأثر على نمو بكتيريا حامض الخليك الهوائية، وأضرارها إنها تستهلك المواد الخام اللي هي المادة السكرية الأساسية اللي إحنا بنستخدمها، أو بتستهلك الخل نفسه اللي هي المنتج النهائي، أو بتستهلك كمية الكحوليات الموجودة. أيا كان المنتج الموجود عندنا، هي هذه الخمائر قد تستهلكها، وبالتالي بتقلل من المنتج النهائي وبتزود كمية الفاقد أثناء الصناعة. بتفرز هذه الخمائر الملوثة تفرز نتيجة نموها سموم بتؤدي إلى تظبيط نشاط الخمائر الأساسية التي تدخل في عملية التخمر الكحولي، وقد تؤدي هذه السموم أيضا إلى موت الخمائر المسؤولة عن التخمر أو موت البكتيريا الأسيتوباكتر المسؤولة عن الأكسدة الخليكية. وصف بكتيريا حامض الخليك: هي من عائلة هبسيدومودينيسي، شكلها عصوي قصير هوائية كلها، لا تكون جراثيم متحركة أو غير متحركة. منها مجموعتين: المجموعة الأولى لها القدرة على أكسدة حامض الخليك إلى ثاني أكسيد الكربون ومية، وهذه مجموعة بتنقسم إلى نوعين: نوع لها القدرة على استخدام أملاح الأمونيا كمصدر للنيتروجين مثل الأسيتوباكتر أسيتاي، ونوع ليس له القدرة على استخدام الأملاح الأمونيا كمصدر للنيتروجين مثل الأسيتوباكتر زايلينم. المجموعة الثانية ليس لها القدرة على أكسدة حامض الخليك مثل الأسيتوباكتر ميلانوجينوس. ميكانيكية تكوين الخلية احنا اتكلمنا عنها إن هي بتتم على 3 مراحل. أول مرحلة إن كحول الإيثايل مع نص جزيء أكسجين بيتحول إلى أسيتال دايد ومية. الأسيتال دايد في وجود الماء بيتحول إلى هيدريتد أسيتال دايد، وفي آخر مرحلة خالص إن الهيدريتد أسيتال دايد مع نص جزيء أكسجين بيتحول إلى أسيتيك أسيد زائد مية. في عندنا 3 طرق لتصنيع الخل، منها الطريقة البطيئة والشبه السريعة والطريقة. مثال للطرق البطيئة لإنتاج الخل هي طريقة الليتالون. ميكانيكية الطريقة دي هي إنها بتعتمد على إن عملية التخمر اللي هي عصائر الفاكهة اللي بتستخدم في صناعة الخل بتتم في طريقة طبيعية تماما، لا يتم إضافة أي خمائر أو بكتيريا إليها، فبنسيبها لعملية التخمر الطبيعي، ثم بنسيبها لبرضه الأكسدة الهوائية الطبيعية للكحول دوت لينتج في النهاية الخل. زي ما احنا شايفين السكر عن طريق الناتشر فيرمنتيشن او التخمر الطبيعي بيديني الكحول، والكحول عن طريق الاكسده الهوائيه بيديني في النهايه الخل. عيوب الطريقه ديت ان هي بطيئه، وفرصه عاليه جدا لحدوث تلوث، والخل الناتج بيكون رديء الجوده، وذلك الاعتماد عمليه التخمر على التخمر الطبيعي. مده التخمر بتكون طويله جدا، والتي لا يتم من خلالها التحكم في كل من الكائنات الحيه الدقيقه او درجه حراره التخمر. الشكل ده بيبين عملية إنتاج الخل اللي هي النص سريعة، وبيظهر عندنا في الشكل دوت ده التانك اللي بيتم فيه إنتاج الخل. بيبقى في الأعلى عندنا في مثبتات خشبية بالشكل دوت. المثبتات ديت الهدف منها إبقاء طبقة أم الخل على السطح. إيه طبقة أم الخل أو غشاء أم الخل دوت؟ غشاء أم الخل دوت هو عبارة عن بكتيريا حامض الخليك أو الأسيتوباكتر. هي بكتيريا هوائية نتيجة نموها على سطح الكحول، بتعمل زي كراست أو قشرة على سطح السائل. القشرة دي بنسميها غشاء أم الخل. القشرة دي ثبتها درجة ثباتها أو تماسكها على السطح ده مهمة جدا
عشان تبقى هذه البكتيريا على سطح المحلول، وبالتالي تبقى في الظروف الهوائية حتى تتم عملية الأكسدة. ووظيفة المثبتات الخشبية إنها تفضل محافظة على طبقة أم الخل على السطح من فوق. بيتم حقن الكحول من عند القمع اللي موجود عندنا اللي هو رقم واحد، ده مصدر الكحول. القمع ده بينزل الكحول عندنا، يبدأ البكتيريا تشتغل عليه، ولما تشتغل عليه يبدأ الخل بيترسب في القعر بتاع القاع بتاع الإناء الذي بيتم بعد كده سحبه من فتحة سحب الخل اللي هي فتحة رقم 5. في مثال للطرق السريعة لطريقة المولدات أو الجنريتورز، وده عبارة عن إيه؟ ميكانيكية الطريقة دي عبارة عن إن التانك بتاعنا بيكون مقسم إلى 3 أقسام. الجزء العلوي هو عبارة عن منطقة إضافة المادة الخام اللي هي الكحول، بيتم عن طريق رشاشات بترش الكحول عندنا في المنطقة الوسطى اللي هي بتبقى عبارة عن نشارة خشب. لما برش الكحول على نشارة الخشب، نشارة الخشب طبعا إن هي عبارة عن مساحة سطح عالية جدا، بيبقى موجود عليها على نشارة الخشب من بره بيترش عليها بكتيريا الأسيتوباكتر، فبالتالي لما يجي نرش عليها الكحول عملية التحول للكحول أو لأكسدة الكحول عن طريق هذه البكتيريا إلى خل بتكون عملية سريعة جدا، لأن مساحة السطح بتكون كبيرة والبكتيريا بتكون منتشرة في النشارة والظروف الهوائية بتكون متوفرة، لأن النشارة طبعا نتيجة إن هي نشارة هشة ونشارة يعني منفوشة في الوسط، فبالتالي بتحسن أو بتسرع من عملية تحول الكحول إلى حامض الخليك نتيجة المسامات الهوائية العالية اللي موجودة بها، وبالتالي عملية الأكسدة الخليكية بتكون عملية سريعة. الجزء السفلي من التانك ده عبارة عن هو جزء صغير اللي هو بيتجمع فيه أو بترص فيه الخل بعد عملية الأكسدة، وبالتالي نقدر احنا نسحب الخل الناتج في النهاية من أسفل التانك، وبيتم بعد كده بيتم ترشيحه وتنقيته ليتم تعبئته في النهاية وتعقيمه. ده شكل التانك بتاعنا اللي هو الطريقة السريعة بالمنظر دوت. الجزء العلوي فيه الكحول اللي بيتم رشه بالرشاشات العليا، والجزء المتوسط فيه النشارة، والجزء السفلي اللي بيترص فيه الخل اللي بيتم سحبه في النهاية.